ما نكون مافيا. لكن هذا أبو صلعة شو بيشتغل عنكم؟ صديق العيلة؟ بكر اللي عم تحكي عنه هو الرجال المسؤول عن أمن شركات أبي، وهذا الشيء طبيعي. أبي من أكبر رجال الأعمال بتركيا. إيه لكن أنا اللي بعرف شو بيشتغل أبوك، بالسلاح والمخدرات والمحروقات والضرائب وكل أنواع التهريب. إيه بكفي، حاجة حكي بلا طعمة بقى. لو كان عم يشتغل بوحدة من الشغلات اللي عم تقولها كنت أنا أول واحد بعرف، لأنه أنا عضو مجلس إدارة بالشركة. قولك حاج تكذب بقى، حق الجيب اللي راكبه حضرتك والقصر اللي ساكن فيه كلهم من ورا الشغل بالتهريب. اللي أنت شو بدك؟ بدك تنتقم لواحد مات وشبع موت؟ اللي فهمني، ولا غيران منه ومن ثروتنا وجاي تتأكد من ورا شو نحن جمعناها؟ شو بدك تحاسبنا يعني؟ لك مين أنت أصلا لتحاسبنا؟ إيه رح حاسبكن. إلي عنكن حساب كبير كتير ما رح يتسكر إلا إذا أنا سكرته. شوف شوكت، قصدك تقلي إن وحدة من سفلنا انضبطت وهي محملة مخدرات وممنوعات؟ أعوذ بالله يا بيك، بس يعني عنا كم زبون من يلي ما بنقدر نرفض لهم طلب، والتجارة الدولية مثل ما بتعرف أساسا الأخذ والعطاء، وهذا كل شيء. يعني الخلاصة إنه زبايننا وعملائنا. شوكت، السفينة انضبطت ولا ما انضبطت؟ احكي معي بصراحة. ما بنقدر نسميه ضبط يا أيمن بيك. إذا الطلب يصل لمحله السفينة حتتابع طريقة وبتنحل المشكلة من شرشة. يا فهيم منك إلو، في شيء أهم من مكانتنا وشغلنا؟ شوفوا شو لازم تعملوه واعملوا. وهون حطنا الجمال يا بيك. أنتوا جايين من الصبح لتجننوني تتسلوا فيني؟ بقوا هالبحصة اللي بتمكن وبلا لف ودوران. الشخص اللي بيتابع هالأمور ما عاد بيننا يا أيمن بيك، يعني راح وأخذ مفاتيحه معه. مين ما كان هذا الزلمة بتجيبوا لي؟ ايه ليش لهلأ قاعدين؟ يلا تحركوا. هذا الرجال بكر يا بيك. مين؟ بكر معقول؟ ها السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلين بابا. تفضل عمي. خليها علينا، ما بصير عمي جلال. يا ابني حطهم بجيبك. ممنون. الله معك. بريد شاي بتشرب؟ لا تعذب حالك، أنا بجيب. هود يا ابني أنا بجيب لك. بابا كان شغلنا معصلج شوي وهلأ انحلت الأمور، يعني رجعنا كل شيء كان عنا والبيت كمان رجع. عم قول لحالي لو نأجر البيت لحدا بيحاجده، يعني حدا من معارفك أو حدا من الزباين اللي انت بتعرفهم، ونحنا إذا بدك بنطلع لحارة جديدة وبيت جديد. شو قلت؟ عين العقل، كتير منيح. تفضل. يسلموا. اها اهلا وسهلا حبيبتي، شو اخبارك؟ منيحه خير، شو بده شكري مني؟ لا ما في شي بخوف، يلا تفضلي لجوا. عمار؟ وينو شكري؟ بالحمام، هلأ بيطلع. طيب خبريني ملك شو بده مني؟ صدقيني ما بعرف، هي منى شافت حسن وحكت معه. شو قالت؟ ما بعرف يا أختي، منين عم تطلع لنا هالبنت النحس مرة تانية ما بعرف. عمار يلا حبيبي كمل وظايفك بغرفتك، يا أما روح لعند مسعود والياس. ليش بقى ما بدي روح أنا؟ بعدين لسه لهلا ما فطرت. ماشي، معناها فطار وبعدها فوت على الحمام. حواضر الفطور على الطاولة بالمطبخ. يلا حبيبي. خلص ما عاد بدي، بطلت أكل خلص، رح انقلع.
ليش صرفتي الولد هيك؟ بيسمع كل كلمة وبيصير يتدخل كل شغلة، بعدين بيحكي كلام أكبر منه بلا ما يسمعنا. يلا خلينا نفوت على المطبخ ونحضر الفطور. أنا مو جوعانة. إيه هلأ المهم هي منى قايلت له لحسن إنه أيمن عاطيكي حب وما بعرف شو، وهيك صار. وطبعا حسن حاكي لشكري شو قالت. وأنا كمان ما صدقته، أيمن مستحيل يعمل هيك شي. قلت لهم لا تصدقوا كل كلمة بتقولها الحسودة، بس شكري إلا بده يسمع منك شو صار. قعدوا وحكوا مع بعض. لولي ما في طريقة تانية؟ للأسف ما في يا بيك. الله يلعنه. وهلأ مشان أنقذ سمعة أبي لازم اتفق مع اللي طعنه بظهره وحطه بالسرير. معقول هذا الشيء؟ القرار إلكن يا أيمن بيك. بعرف إنه مو سهل عليك، بس بدنا نبوس الإيدي اللي لازمتنا لبين ما نخلص شغلتنا، وبعدين مندي عليها بالكسر يا بيك. طيب قديش رح نخسر إذا ما خلينا بكر يتدخل؟ نخسر رخصة واحدة من أهم أعمالنا يا أيمن بيك، يعني النقل الدولي طار. الله يلعنه ويلعن اللي جابوها. بعدين بكر إذا اشتغل مرة تانية معنا بهالفترة نستفيد منه. كيف؟ بكر بدل ما يدور هون وهون مثل كلاب الشوارع، ضربته عندك وبتكسبه كلب يعوي معك أحسن ما يعوي عليك. والخياط شو بدنا نعمل فيه؟ يعني إذا عنده شوية عقل ما بيشوشر كتير، وإذا شوشر بقى ذنبه على جنبه. أهلين نرمين. أهلين سهري. فينا نحكي مع بعض شوي؟ أي طبعا. نرمين، بدي منك تحكي لي شو صار معك بهديك الليلة. عن أي ليلة عم تحكي؟ منى شافت حسن وحكت معه بخصوص الليلة اللي رحتوا فيها على البار. شكري شو حكت لكم منى ما بعرف، بس هي اجت لعندي وحكينا مع بعضنا. أنا ما سبق وفتحت هالموضوع مشان ما أنبش بشغلة راحت لحالة. خلينا ننسى هيك أحسن. نرمين قيميكي من حكي الأولاد وحكي لي شو صار معك بهديك الليلة إذا بتريدي. لا تنسي أنا صهرك ومثل أخوكي، من حقي أعرف هالشي يا نرمين. شوفي من وقت ما توفى أبوكي الله يرحمه أنا موجود هون لأحميكم بإذن الله. تعرفي هالشي ما هيك؟ بعرفه يا شكري، بعرفه. الله لا يحرمنا ياك، بس أنا ما عندي أي نية اتهم حدا. نرمين هالتافه عطاكي وقت حب مخدر مزبوط؟ شوفي معرفة هيك شغلات بعد وقت طويل بزعل كتير يا أختي. أنا طول الوقت عم قول الزنب زنبك وعمار صديقنا وحبيبنا، وقلنا إنك أنت غلطتي بحقه وأخذنا موقف منك، بس لو كنت بعرف هيك كنت بروح وبحاسب الشخص اللي أذاكي واعتدى عليكي.
لا تضايق حالك شكري، انت عملت اللي شفته صح. صدقني مو زعلانه منك، بستاهل اللي صار لي. شو يعني يا نرمين؟ هلا بدك تقولي لي موضوع الحب المخدر علاك فاضي؟ صح، من ناحية علاك هو هيك. كنت رايحة لحاسبه لأنه عم يفرق بيني وبين خطيبي ويتسبب لي بالمشاكل. كنت شربانة أنا ومنى، ما كان عقلي براسي، لهيك أخذت الحب وصار اللي صار. بس أنا طلبته من أيمن، لما شفته بإيده سألته شو هاد وخليته يعطيني حبة. يعني أنا طلبته منه بدون ما أعرف شو هو وشو بيساوي. ودغري عطاكي ما هيك؟ مثل ما حكيت لك، أنا اللي طلبت الحب. يعني عم تقولي لي إنك عملتيها عم معرفة؟ احكي نرمين، احكي كل شي بقلبك بصراحة. اسمعيني يا أختي، إذا ربطك معه بشي غلط أو بسفالة خلينا نعرف. يعني ما في لزوم تقولي هذا صار زوجي ولازم دافع عنه وما خلي حدا يأذيه أبدا. بعترف أنا كمان كنت مع زواجك منه حتى ما تتوسخ سمعة عيلتنا. بس إذا بتقولي أخدك غصبا عنك ومجبورة تعيشي معه تحت سقف واحد وبتقولي إنك مو مرتاحة، صدر البيت إلك والعتبة إلنا. سمعتي يا أختي؟ أنا الحق علي يا شكري، ما كنت شايفة قدامي. بدل ما قال له يتركني ويبطل يعمل لي مشاكل لحقته محل ما بيروح كل ليلة. الحق علي أنا لأني ما ميزت الصح من الغلط ودفعت الثمن. بعد هالليلة خلص متت. أخي إمتى بدي صير نادي لك صهري؟ إن شاء الله. نرمين شو صار؟ شرباني علبة الدواء كلها. نرمين انتحرت. بعدي لآخرها على المستشفى. يلا يا نرمين، يا ربي يا نرمين ليش عملتي هيك؟ يلا يلا هاتوا علبة هالدواء. يلا يلا يا نرمين. يا الله يا الله يا ربي ما يصير لك شيء. يا الله وين التليفون؟ اطلبوا تاكسي بالتليفون على السريع. اطلبوا تاكسي. يلا رح اطلب تاكسي. اطلبوا تاكسي. لا تخافي يا عمي، لا تخافي. يلا يا الله. تاكسي 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 عمي، لازم نلاقي تاكسي بسرعة. يلا تاكسي تاكسي. بس حالة ما أنا المذنبة وعمار ما بيستاهل. أنا خربت كل شي بنينا. وكنت السبب بموت أبي من الحسرة. قهرتكن وطيت لكن راسكن. معكن حق تزعلوا مني.
سبب كل هالشي. بستاهل حصدت اللي زرعته، بستاهل اللي شفته واللي لسه حشوفه. هاي عرفت شو صار يا شكري، ارتحت. يا الله شو مسكينة، شو اللي أخدك على البارات؟ رحتي على محلات حقيرة، رميتي حالك بين الكلاب السعرانة، مو مطارحك هي. بعدين نحن شو عم نعمل هون؟ قلتي لحدا يساعدك وما ساعدك؟ شغلتك تروحي تحاسبي الناس؟ لا يا نرمين لا. يلا أنا رايح بابا. اشرب لك كاسة تاني. لا ما عاد فيني، دايمة بدي أمره على شكري، في عنا شغلة سوا. يلا بخاطرك. الله يحميك يا أبني، مع السلامة. نيرمين لا تهتمي لحكي العالم، لا تحطي شي ببالك. أيمن صار شماعة بيعلقوا عليها مصايبهم، ناس ما عنده لا شغلة ولا عملة. الدوار على مذنب بعد كل هالوقت يا ملك ما له طعمة. يلا خاطرك. مع السلامة يا روحي، ديري بالك على حالك. عمار أنا حكيت مع إيمان وقال لي إنه ما له علاقة بقصة تفضايات البيت. طبعاً ما له علاقة بقصة السيدي كمان، بس أنا بعرف منيح مين له علاقة. عمار شوف، إذا بدك تقلي شيء قوله بصراحة. إذا كنت حابة تعرفي عن جد اسألي اللي عمل بوشك هيك. اسألي مين السفل اللي صلتهم علي، واسألي مين اللي حط الكاميرات بالصالون وبغرفة نومي، وإذا بدك كمان اسألي كيف ابتزوني بالسيدي اللي صوروه ببيتي. شفت كيف غلبناهم؟ هذا أخي عمار. نيرمين معه، يمكن تصالحوا. اخي عمار، عمار اخي عمار. صالح نيرمين، شو عم تعملوا هون؟ ولا شيء. شو عمار شو الاخبار؟ صالحت انت وخالي نيرمين؟ يلا لشوف. بخاطرك عمار. الله معك. اي كيفك اختي؟ ليش ما تصالحتوا؟ ليش ما نكون عم تتصالحوا؟ ما بيمشي الحال، اللي انكسر ما بيتصلح. ليش؟ ما بتحبوا بعضكم؟ لا تكذبي عمار، ما بيصير. انا متزوجة هلا. بس انتي ما بتحبيه. كذب؟ كذب شي؟ لا حبيبي، أنا حبيت عمار وبس، ورح أضل حبه لحتى موت، حتى لو ما صدقني وحتى لو ما عفى عني، رح أضل حبه لآخر عمري.
بس انت لا تزعل، نحن ما بقى نتصالح. ليش لا؟ مبسوطين هيك؟ انا متزوجة واحد تاني. معناتها طلقيه؟ اصلا ما بتحبيه؟ عمار فهم، ما بيصير هيك. الله يخليك، حاول تفهم. Söylediklerim yalan. Bu kez bana inan. Dur gitmek çok kolay. Adkol. بعدت وراي تشوفني يا أيمن بيك. تفضل عود خياط. كيف صارت رجلك؟ ماشي الحال. بكر رجع تخبى ما هيك؟ أرزني وتخبى بجحره. انشقت الأرض وبلعته هالعديم الأصل. بس وين ما راح وين ما تخبى مصيره يقع بإيدي. ورح أخذ بتاري. والله والله لعلق راسه على الحيط. الله يقويك. كنت بدي أخذ منك اللي أخذته من الكوسوفي. الكوسوفي أخذ كل شيء له عنا يا أيمن بيك. شو؟ شو قصدك؟ قصدي اللي أخذته رجعته. لك أنت صاير عم تخرف ولا خياط؟ أنا نفذت الشرط اللي اتفقنا عليه يا أيمن بيك. شرط شو؟ أنا اللي بحدد الشروط وأنا اللي بغيرها ولك أجدب. مين أنت اللي حتى تغير الشروط على كيفك؟ هذا اللي كان ناقصنا والله. تعال والله. صار بدك تعضل ايدي اللي عم تطعمي كل خبز ولا؟ أيمن بيك، لا تمتحن صبري أكتر من هيك. أنا أمرتك شيء إنك ترجع اللي أخذته من الكوسوفي. ليش ساكت؟ لك ليش كترت غلبة؟ أنا ما باخذ أوامر من حدا، ولساتها كلمتي أحد من السيف. وعطيت كلمة وهذا اللي عندي. هيك لك شرف، انقلع من مكتبي فورا. أمرك يا بيك. مبروك عليك المكتب الجديد، بس إن شاء الله ما نلتقي مرة تانية وإلا. بكر راح من ايدنا يا بيك. بدكن تلاقولي بكر، هاتولي اياه باي طريقه. عملتي يا خانو؟ <مم.
شو بك؟ ضايقتني؟ أنت ما عندك خبر بشي اسمه الجاذبية الأرضية؟ أهلا وسهلا معلم. أخي نعمان يا ميت أهلين. أهلين كوسوفي، عاوزك بكلمتين. طبعا تفضل. أعوذ بالله، تفضل. شو رأيك نرقص سوا؟ آسف مالي فاضي. يلا لا تدلل علينا، خلينا نجن. شوفي ضيفوها فنجان قهوة خليها تصحى. لا تشغل بالك انت، يلا تعي معي تعي. لا لا شرف نعمان، تفضل. هات لشوف، عم بسمعك. بدي اياك تسامحني. يا سيدي الله يسامحك. الله يسلمك. ايه شو ناوي تعمل؟ بدي واطيها. الك قرايب؟ مين بده يستناني غير الابريا كوسوفي؟ ريما ريما الحندقة، شعرة اشعر ومنقة، واللي حبك بيبوسي، اللي بغضك شو بيترقى. يلا تنام يلا تنام، لا ذبح لا طير الحمام، روح يا حمام لا تخبر، بضحك عاري ما تتنام. يا بياع العناب والعنابي، قولوا لأمي، قولوا لبي، خطفوني الغجر من تحت مزهري، وديش تشي وديش تشي، والخوخ تحت الميشمشي، كل ما هب الهوى بقطف لاري ما ميشمشي. يلا تنام يلا تنام، لا ذبح لا طير الحمام، روح يا حمام لا تخبي، بضحك عاري ما تتنام. وديش تشي وديش تشي، والخوخ تحت الميشمشي، كل ما هب الهوى بقطف لاري ما ميشمشي، بقطف لاري ما ميشمشي. يلا تنام يلا تنام، لا ذبح لا طير الحمام، روح يا حمام لا تخبي، بضحك عاري ما تتنام. أهلا وسهلا يا بنتي. شو حلو صوتك. إذا فاضية بدي أحكي لك شو صار بيني وبين شكري اليوم. حكى معي مبارح وطلب يشوفني. رحت لهنيك وشفت عمار صدفة، وحكالي إنه ما له علاقة بقصة فرح. حكالي كل شي صار معه،
أبوه هو اللي دبر كل هالبلا، يعني لمح لهيك شغلات. أبو فرح، أنت شو عم تقولي يا بنتي؟ معقول؟ في إنسان بيأذي بنته؟ طيب كيف وقع بإيد أيمن وشو اسمه؟ ما بعرف يا خالي، بس لما بيكون عمار بالنص أيمن ما بقى بشوف قدامه. والله ما عم صدق اللي سمعته، في حدا براسه عقل بيبلي أخته هيك بلوي بهالطريقة يا بنتي؟ ظاهر إنه هدول الناس ما بيعرفوا الرحمة يا خالي. أصلاً أنت العلاقة اللي بيعلقوا عليها كل مصايبهم يا بنتي. المشاكل عم توقع على راسك لأنك ما عم تسامحي حالك، زعلانة على عمار وعلى فرح وعلى أيمن. رحمي حالك. قال ضربوه كف لزيد أفندي، طلع صوت الكف عم يرقع رقع، حتى اللي ضرب اندهش، منين طلع هالصوت القوي؟ زيد رد عليه، يا ترى من ايدك اللي ضربت ولا من خدي اللي انضرب؟ ما عدت افهم من وين الصوت. هذا اللي صار معك يا بنتي، الألم اللي عشتيه عمالك عيونك، كل مشكلة عم تصير بتعتبري حالك مسؤولة عنه وكأنك السبب. أول مرة بيحكي معي شكري بصراحة، قال لي البيت بيتي، وإنه مثل ما كان أكتر واحد بده ياني اتجوز لأمحي العار، هلأ هو أكتر واحد بشجعني ارجع بيت أهلي معززة مكرمة. زعل مني لأني ما كنت أحكي مين المذنب وعمين الحق، ما فتحت لساني بكلمة. قلت له شو بدي أحكي لأحكي، أصلا ما عاد يفيد الحكي، والحق مو على حدا، الغلط راكبني من ساسي لراسي، أنا غلطت بحق الكل. فرح لازم تعرف الحقيقة، عمار ما إله ذنب اللي صار له، حرام تظلمه. كلامك مزبوط يا بنتي، هلأ البنت بتصير عدوة أخوها والغضب بيعميها. لما بتشعل النار بين الأخوات يا بنتي ما حدا بيقدر يطفيها، وبتحرق الأخضر واليابس. اسمعي مني يا بنتي، ولا تحاولي تحكي معها بالموضوع، ولا بد ما تعرف الحقيقة بيوم من الأيام يا بنتي. من جهة الخياط ومن جهة الواطي بكر، أنا بدل ما أتعذب مع هالكلاب بروح على ضيعتي بزرع بطاطا أشرف لي. طيب يا نعمان، هدول الجماعة ما بيعرفوا ضيعتك؟ أنت هيك رح تروح على القبر دغري. الأجل ما في منه مهرب، على الأقل منموت على تراب أرضنا. أنا محروق قلبي يا كوسوفي، بعد الغلط اللي عملته معك بدي روح وأنا موطي راسي. هذا اللي حرق لي قلبي. المهم مثل ما قلت، الله غفور، الله ينور دربك. نعمان، أنا طريقي سهل بس أنت طريقك مو باين. أنت وين ما رحت هدول الكلاب بدهم يلاحقوك ويطبوا عليك. وهون في طبخة ظريفة، منحط لك صحن وبتاكل معنا. بس أنا ما بحب كون حمل على حدا. كنت أعرف واحد بحبه مثل أبي، عدنان مرعش الله يرحمه، كان يقول لي يلي العالم ما بتسامحه الله بيسكرها بوشه. أنا حتى تسامحني مستعد أقعد على الباب 40 سنة. هذا الباب مفتوح لك يا أخي نعمان. مو غلط معلم. قنينة مشروب يلا. يا أنسة أنت شكرانة. يا أهبل يا غبي، أنا مو سكرانة، أنا مالي سكرانة وعقلي بيوزن بلد. يا أنسة لو سمحتي. إيه لا تجنن ولا، قلت لك بدي قنينة مشروب. يا أنسة أنت لا تقرب منه ولا.
يا أنسي خلص اهدي بسرعة، جيبولي مشروب. شو اللي عم بيصير هون؟ وين دتاني؟ سكراني معلم. لا تقرب، بقتلك، قول لهم يجيبولي مشروب. خلص اهدي، ما رح أقرب. طيب اهدي لك شوي لحتى نحكي. اترك ايدي. خلص خلص ركني. خلص ماشي اهدي. ماشي الحال. ركني بقى، شو بدك فيني؟ خلص اهدي وتعي معي. ركني. اهدي اهدي شوي، بعد عني. خلص عمل لك اهدي، عمل لك تركني. يلا شباب يلا، ما صار شي. يلا صار لازم روح فرح، بكرة منلتقى على العشاء. ماشي سوسو، بشوفك. منتسلى شوي ومنغير جو. صحي، لوين بدنا نروح؟ ما بعرف، يمكن نروح على السفير، هلأ عم يديروا رفيق لأيمن. ماشي موافقة، باي. مرحبا، كأنه الوقت مو مناسب؟ لا تفضلي نرمي. باي. الله معك، مع السلامة. فرح، كيف بدي ابدا بالموضوع ما بعرف، بس في شغله لازم تعرفيها نرمين. اذا كان شي بيتعلق بالسي دي بلا ما تحكي. بيتعلق فيه، بس اسمعي قبل ما تنفعلي. ما بدي يصير مشكله وخلاف جديد، لازم تعرفي بعض الامور. انا سكرت هالصفحه من زمان، ما بدي اسمع ولا احكي بهالموضوع يا نرمين. فرح، لو ما كان هالشي مهم ما كنت بجي لهون، بس صدقيني لما حتعرفي بعض القصص رح يتغير وضعك هذا وحترتاحي كمان. حاولي تفهميني، أنا بدي أنسى هالموضوع. لا بقى تذكروه، هلأ أنا منيحة وفتحت صفحة جديدة. طيب فرح، مثل ما بدك. خلاص قلت لك انا منيحه. خلاص 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 يا حبيبي. شكري، اطلب لها تاكسي على السريع. نطلب لها يا معلم، بس البنت مو حاسه على حالها. ما بعرف، بس ما حدا بيسكر هيك. شو عرفني وانا كمان مستغرب. المشروب لحاله ما بيعمل هيك معلم. يا انسي طلعي فيني، انت منيحة؟ منيحة، خلاص تركني لحالي. طيب وين بيتك؟ خلاص يا حبيبي. ماشي، انا رح وديها وبرجع. مع السلامة عمار. خلاص امشي. ايه وهلا كيف نروح؟ كيف نروح، يمين ولا يسار؟ يا حبيب عمري اصحي لو سمحتي، عم بقول لك منين بدنا نروح. الله ياخذك، وين بدي اخذ هالبلوي هلا؟ تعملي بحالك هيك؟ ما عم بفهم. يا ربي دخيلك. شو عم بصير؟ وين أنا؟ لا تخافي، أنت بأمان. نامي هلأ والصبح رح نحكي. نامي هلأ تصبحي على خير. بدك تخليني طول الليل لحالي؟ يلا نامي. خليك معي. شبكي تقلي شوي بقلعك. ها
نامي هلا مثل خلق العالم. طيب مثل ما بدك.